تعالوا نبتدي نخلل البطاطس ونشوف مقاديره. معايا كيلو بطاطس متقطع ومسلوق في ميه وملح وكركم، هيديكوا اللون الحلو ده. شايفين لونها مصفره ازاي وحلوه زي اللي بنطلبها بالظبط المحل اللي قلت لكم عليه. معايا ثوم مفروم، فلفل اخضر واحمر مفرومين الاثنين. معايا كمان عصير ليمون، خل ابيض، كزبره ناشفه، كمون وكزبره فريش، ملح وفلفل، زيت وحبه البركه، وجزر مبشور ناعم، واتنين قرن فلفل. دول للتزيين، دول لزوم ايه الدلع كده على الوش. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. زيت، حبه زيت حلوين حلوين، يعني مش حبه قليلين، 4 معالق مثلا. وانزل بالثوم المفروم، ده بيخلي الطعم اقوى، يعني مش مختلف بس اقوى، يعني بيدي طعم قوي جدا للثوم والتتبيله اللي احنا هنعملها مع بعض. يا دوبك الثوم يتشوح تشويحه بسيطه، اروح نازل بالفلفل الاخضر والاحمر، وهزود شويه زيت حبه كمان عشان بس تبقى البطاطس عندي بتلمع، حبه ملح مش كتير لان البطاطس عندي مسلوقه في ملح فما تزودوش قوي. يبقى حطيت ثوم، نوعين الفلفل، وهحط كمان دلوقتي الجزر، يتشوحوا كده مع بعض، حبه كمان. الريحه تحفه تحفه، شايفين الريحه حلوه ازاي؟ شايفين الشكل حلو ازاي؟ بس مجرد ما الاقي الجزر وصل للشكل ده بروح حاطه شويه خل، وهنسمع صوت الشكشكه الحلو، واحط كمون وكزبره، كزبره كتير، هي تاخد كزبره كتير، وشويه كمون ورشه فلفل اسود، واقلب الكلام ده. انا حطيت خل، ما حطيتش ليمون دلوقتي، ليمون احطه في الاخر خالص. واروح نازله بالبطاطس، انتوا شايفين الخلطه بقى شكلها عامل ازاي، يا دوبك يعني دقيقه، واروح نازله بالبطاطس، واروح حاطه بقدونس او كزبره اللي انتوا حابينه، واقلبها. طب بصوا بقى اللون، شايفين الحلاوه، تحفه. مش عايز تقليب كتير، ليه؟ عشان كل حاجه عندي مستويه، مش عايزه كمان البطاطس تتهري، يعني ما اقعدش اقلب فيها مده طويله. خلاص كده تمام زي الفل. تعالوا بقى نشيل دول، وازود شويه كزبره في الاخر. يبقى فاضل ايه؟ عصير الليمون وحبة البركة، دي اضافة من عندي بصراحة، هو مش بيحطها، معلقتين مثلا كبار. واحط حبة البركة، بصوا بقى اللون هيظبط دلوقتي حلو قوي. وازود شوية الكزبرة ونقلب.